ثم وخذوها في هذا الزمن واضح. وأعطيكم ما وقع في الزمن الماضي، لن يستفيد من الخوارج فيما يصنعونه إلا الرافضة، لتعلم أن الرافضة ما خرجت إلا بعد خروج الخوارج. لما خرجوا على عثمان خرجت الرافضة، وعبر التاريخ اقرأ وستجد أن المستفيد الأول كما هو واضح في هذا العصر، أن المستفيد الأول من الخوارج هم الرافضة، شاءوا أم لم يشاءوا، اعترفوا أم لم يعترفوا. ثم بعد حين لما جرى ما جرى وانصاعت البلدان لابن الزبير رضي الله عنه ما عدا أهل الشام وهو مروان ابن الحكم، إذا بطائفة من هؤلاء تعتزل وهم الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، ذهب بهم إلى العراق. هذا الرجل الذي ذكرت أنه كان يجلس عند ابن عباس ويذكر له المتشابه ويقول إن القرآن يختلف علي، انظر احفظ عقلك ووقتك من الشبه ومن الدخول فيها، انظر كيف وقع هؤلاء. رجل أراد أن ينقل قريبة له من مذهب الخوارج فتزوج بها فنقلته إلى مذهب الخوارج، وهذا كان يجلس في دروس ابن عباس، ومع ذلك أصبح رئيسا كما هو الحال في عمران بن حطان السدوسي الذي أراد أن ينقذ قريبته، أصبح رئيسا للأزارقة. وإذا بنجدة بن عامر في اليمامة أيضا طائفة، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله قال فنجدة بن عامر عظم بطائفته وبفرقته، عظم البلاء بهم في الأمة. ما الذي جرى؟ قالوا سبحان الله، قالوا إن من اعتقد عقيدتنا ولم يذهب معنا ليقاتل فهو كافر، وقالوا إن يد السارق تقطع من الإبط، وقالوا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو كافر. قال ابن حجر رحمه الله فعظم البلاء بهم، قال وهم 20 فرقة